طيب النهارده الاهلي استأنف تدريباته بعد مباراه الداخليه امبارح الجديد في التمرين انه علي معلول اللي غاب عن المباراه وعن اخر تمرينتين رجع خف الحمد لله من نزله البرد شارك النهارده في التمرين واللعيبه ادت التدريبات الاستشفائيه وهيواصل الفريق تدريباته خلال الايام اللي جايه لغايه يوم الاربع بعدها يلعب ماتش هيكون بين الفريق الاول وفريق الشباب في النادي لمزيد من التعرف على حاله بقيه اللعيبه. وبعدها ياخد الفريق اجازه لمده ست ايام خلال فتره التوقف الحاليه. بص عايز اعلق على مساله البرد دي اه بس مش على علي معلول بقى اه على مستر كولر اه لان احنا فوجئنا بيه في المباراه اه وصوته في المؤتمر لا تعبين. زي ما بيسموا طجن يعني ايوه مطنن من البرد اه ده راجل حريص على شغله جدا م. وحريص انه يصدر رساله لعبته طول ما انت قادر ادي دورك آه فده دي رساله يعني مغلفه وغير مباشره بتطمنا على ان الراجل ده يعني بيعمل بـ بـ باهتمام وبشغف وباخلاص